ما هو الحيوان الذي له أكثر من 1500 اسم في اللغة العربية؟ الثعلب، الأسد، السلام عليكم. أجي نجيبو الفطور اليوم. عندكم دي كيستيون خصكم تجاوبو عليها. نبداو بالسؤال الأول، متى تأسس النادي الرياضي القنيطري؟ السؤال الثاني، الدولة الوحيدة التي لها حدود مع الدنمارك؟ أولا ألمانيا، ثانيا السويد، ثالثا هولندا. ألمانيا. جواب صحيح. السؤال الثالث، اسم الدولة التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة؟ تركيا أم بريطانيا أم اليونان؟ بريطانيا. جواب صحيح. من هو مؤسس علم الاجتماع؟ الإدريسي، ابن الهيثم، ابن خلدون. ابن خلدون. جواب صحيح. أين يقع بركان تامو ماسيل؟ شرق اليابان، شرق فيتنام، شرق الهند. شرق اليابان. جواب صحيح. ما هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تستعمر؟ كونغو، ليبيريا، موريتانيا. موريتانيا. جواب صحيح. سؤال موالي، ما هو عدد لي فيليير في الإجازة الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة؟ 5، 8، 6. 6. جواب صحيح. شكرا، نشوفكم الحلقة الجاية. تحياتي، جيبوا الفطار.